السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد ذكرت تقارير الإذاعة العبرية أمس أن بعضا من قوات الاحتلال بدأت في الانسحاب من مناطق حدودية في قطاع غزة حيث من المتوقع أن تتبعها المزيد من القوات ولمح الاحتلال أمس إلى أنه يستعد لإنهاء الحرب من جانب واحد على غزة فيما قالت حكومته أنها لن تحضر المفاوضات التي تستضيفها مصر لعقد هدنة جديدة واعلن الجيش عن سحب قواته من بعض المناطق اطراف قطاع غزه لاول مره منذ توغلها في 17 من الشهر الماضي في القطاع. وقال مسؤول الاحتلال لوسائل اعلام محليه انهم سيسعون لانهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من اربعه اسابيع دون التعامل مع حماس بمجرد تحقيق اهداف معينه. ونقلت صحيفه هآرتس عن مسؤولين كبار قولهم بعد اجتماع لمجلس الوزراء استمر خمس ساعات: "نحن لا نعتقد ان هناك جدوى من اي ترتيب سياسي في الوقت الحالي ونحن نبحث التركيز في انهاء العمليه على الردع وحده". في غضون ذلك وصل الى القاهره وفد فلسطيني برئاسه عزام الاحمد للمشاركه في مفاوضات التهدئه، واعتبرت حركه حماس الفلسطينيه ان قرار حكومه الاحتلال بعدم ارسال وفد الى القاهره للتفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار وقف اطلاق نار دائم في قطاع غزه يمثل استخفافا بالجهود الدوليه والعربيه وامعانا بالاجرام ضد الشعب الفلسطيني. ومن باب الجرائم نسلط الضوء على جرائم الاحتلال المرتكبه في حق شعبنا في غزه فان قرابه ال 35% من الجرحى اضحوا معاقين. التقرير التالي يسلط الضوء على هؤلاء الجرحى. لا تترك الحرب خلفها شهداء ودمار فقط بل تخلف في اعقابها انصاف شهداء يتجرعون في كل لحظه مراره فقدان جزء من اجسادهم لتتركهم يحملون الاعاقه لبقيه عمرهم في غزه شريحه كامله من معاقي الحروب ازداد عدد منتسبيها ابان العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع فأكثر من 35% من مصابي هذه الحرب الهمجية يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو حركية، وهو ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية التي أوضحت أن أغلبهم من الأطفال والنساء المدنيين الذين باتوا يحتاجون إلى تأهيل نفسي علاوة على العلاجي ليتمكنوا من الإندماج مع البيئة المحيطة من جديد. مأساة الجرحى لا تقف عند حدود نزفهم او فقدهم لجزء من جسدهم، بل تتفاقم لتصل لحدود تعذر تامين العلاج اللازم لهم، وما يترتب عليه من زياده في نسبه الاعاقات الناتجه عن الاصابات التي تركزت في منطقتي الصدر والدماغ. الاحتلال الاسرائيلي يزعم فيما يزعم ان عدوانه على غزه ياتي بهدف القضاء على بنوك اهدافه العسكريه التي تشكل تهديدا لامنه. لنراه في كل يوم يقصف المدنيين العزل في محاوله للقضاء على كافه اشكال الحياه في قطاع غزه التي تشكل تهديدا على بقاء كيانه المحتل وتمعن في اثبات حقها بالبقاء. هذا وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اعلن امس ان الجيش سيواصل الحرب على قطاع غزه حتى يتم تدمير كافه الانفاق التي تتسلل منها عناصر حماس الى اسرائيل على حد قوله. وهدد نتنياهو حركه حماس بانها ستدفع ثمنا لا يمكنها تحمله اذا واصلت هجماتها من القطاع، وقال نتنياهو للصحفيين: لا نقبل مواصله اطلاق النار، يتعين على حماس ان تدرك مهما استغرق ذلك من وقت أنها ستدفع ثمنا لا يمكنها تحمله من منظورها لمواصلة إطلاق النار وزعم نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في تل أبيب أن عملية الجرف الصامد وهو الاسم الذي يطلقه الاحتلال على عدوانه الوحشي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة هي ضد التنظيمات الإرهابية ولح... ولحماية المستوطنات وأوضح أنه, وأوضح أنه بعد الانتهاء من التعامل مع الأنفاق سيتم تقييم الموقف وتصدر توجيهاته للجيش للعمل وفقا للاحتياجات الامنيه، واضاف ان الجيش سيستمر في العمل في غزه حتى تحقيق هدفه المتمثل في اعاده الهدوء الى مستوطنات غلاف غزه. واعتبر ايضا ان حماس تريد ان تبقي سكان غزه في ظل المعاناه لكي يدين العالم الاحتلال ولكن الكثير من دول العالم بدات تتفهم من هي حماس. اليوم نقف عند هذه التطورات السياسية والعسكرية الأحداث مع غزة مع ضيفينا الخبير العسكري الدكتور فايز دويري والكاتب والمحلل السياسي الزميل بسام بدرين ولكن بعد الفصل اهلا بكم نبدا حوارنا الليله وارحب بضيفي الكريمين الخبير العسكري دكتور فايز دويري اهلا بك شرفنا بحضورك حياك الله والكاتب والمحلل السياسي الزميل الاستاذ بسام بدرين اهلا بك شرفنا بحضورك اهلا وسهلا يعني الحقيقه الحديث كله منصب اليوم والشارع الاردني يتحدث بمجمله عن غزه وما يحدث في غزه والبدايه ستكون من الانسحاب عسكريا حديث الاحتلال عن انسحابه من بعض المناطق في غزه كيف تقرا ذلك دكتور فايز؟ دعنا نتحدث عن اعاده انتشار وليس انسحاب الانسحاب يعني الانسحاب الى خارج خط وقف اطلاق النار او ما اصطلح عليه في العلم السياسي الحدود الاسرائيليه مع قطاع غزه وهي حقيقه انا اعتبرها خط وقف اطلاق نار لانه الي موقفي الشخصي إيه الان هناك مناطق عازله هناك عمليات مستمرة فيما تتعلق بتدمير الانفاق. انا اتحدث عن اعادة انتشار وهناك اشارة من بعض القنوات الاسرائيلية بان اعادة الانتشار ستكون تسمح بالانتقال الى الهجوم مرة اخرى مما يعني استمرار العمليات العسكرية فيما اذا استمرت حماس وبقية الفصائل في إطلاق الصواريخ إذا هي إعادة انتشار لها أهدافها ولها أسبابها الأهداف أولا التخلص من الخسائر لأنه نتيجة المعارك التي جرت والاشتباك من المسافة الصفرية جميعها انتهت لصالح رجال المقاومة يجب أن نعترف أنه وقع خسائر في المقاومة هذا حرب ولكن إذا حللنا العملية مثل عملية نحال عوز على سبيل المثال وما شابهها انتهت لصالح رجال المقاومة إذا كان على إسرائيل أن تقلل من الخسائر خاصة بين الأستاذ حمدان أسامة حمدان تحدث بالأمس عن ألف جريح و مئتي قتيل منهم ثلاثمية جراحهم خطيرة إذا هناك حديث عن فتح ملفات التحقيق في بعد فبالتالي هي كانت تسعى الى تخفيف الاحتكاك المباشر والخروج من مدى الاشتباك القريب هذه نقطه، النقطه الثانيه اذا اذا اعلنت انسحاب من جانب واحد فكانها ترفع عن كاهلها التبعات الاخرى وهي حل جذور المشكله لان هناك مطالبات فلسطينيه واضحه اللي هو وقف اطلاق النار ولكن ليس وقف اطلاق النار من أجل وقف اطلاق النار إنما يجب أن يكون الخطوة التي يبنى عليها خطوات كحزمة متراكمة نعم. وهي رفع الحصار وتشغيل الميناء وتشغيل المطار ورفع المعاناة وإعادة الإعمار إذا أنا أرى بأن هذا الانسحاب جاء خطوة تكتيكية لتخدم مواقف عسكرية وسياسية لاحقة ما أسميته بإعادة الانتشار اسمح لي بسام بس حتى نستوضح هاي النقطة اعاده الانتشار هو اذعان بالهزيمه امام رجال المقاومه داخل داخل حدود غزه انا لا اقول اذعان بالهزيمه بقدر ما اقول هو التخلص من المعارك القريبه من المسافة الصفريه وقف ل... الخسائر في صفوف الاحتلال بمعنى هو تخفيض سقف من... الخسائر طيب تحديد ل... سقف الخسائر جميل طيب استاذ بسام بدنا ناخذ شوي في الجانب السياسي والحقيقه ابرز تطور على الجانب السياسي هو بدء مفاوضات القاهره بين المصريين والوفد الفلسطيني الموحد. كيف تقرا هذه المفاوضات وهناك من وصفها بانها انتهت اصلا يعني دفنت قبل ان تبدا رايك؟ طبعا اولا يعني قبل كل شيء اعتقد انه التعبير اللي استخدم الدكتور فيه من الدقه الميدانيه والعسكريه الاشياء الكثير واعتقد ان اعاده الانتشار هي شكل من اشكال الاستمرار بالعدوان في الواقع، هذه هذا العدوان مستمر، هذه الحرب الهمجيه الوحشيه على شعبنا في غزه مستمره بكل الاحوال، وبعد اعاده الانتشار بالمعنى السياسي والاقليمي ايضا سيحصل اعاده انتشار واصطفاف للمواقف والمواقع، وهذا ما لاحظناه ومن هنا يعني يمكن قراءه مساله الوفد بحد ذاته كيف تشكل ومتى تشكل، اذا لاحظنا بعد 23 يوم من من صمود المقاومه بدأ الـ 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 بدأت أطراف العربيه والدوليه المشاركه عمليا في الحرب يعني تتحدث عن وفد، انا انظر لكل هذا العدوان من حيث بشكل عام ومن حيث المبدا او ينبغي ان ننظر له انطلاقا من ثلاثه عناوين عريضه بالنسبه لي نعم. واساسيه، اولا العدو كان ولا زال وسيبقى اسرائيل ولا يحتاج لذرائع من اي نوع حتى يستمر في حربه الوحشيه الهمجيه المستمره منذ اكثر من مئة عام ضد الشعب الفلسطيني. هذا هذا العنوان الاعرض لهذه القصه وما دون ذلك يعني مساله تبقى تفاصيل، بما في ذلك صراع الاجندات السياسيه الذي رافق الخطاب الاعلامي في التعاطي مع هذه الحرب. المساله الثانيه اننا كنا نشتكي في العالم العربي في 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 معارك مشابهه واعتداءات مماثله من قصور تخاذل تواطؤ النظام العربي الرسمي، اليوم نتحدث عن مشاركه بعض الانظمه العربيه الرسميه في هذه الحرب مشاركه فعليه من حيث التخطيط ومن حيث اللوجستيات ومن حيث الدعم السياسي وهذا ما يقول قاده العدو اذا اذا انتقلنا في الخطاب العربي من الحديث عن خذلان للشعوب العربيه الى مساله مشاركه وهذه هي النقطه الابرز انا برايي سياسيا شعبيا اجتماعيا في هذه الحرب النقطه الثالثه بشكل عام ايضا اخي محمد ان ان هذه الحرب هناك خلفيات اقتصاديه وسياسيه يعني لهذا الاعتداء بالضروره لابد من وجود مشروع سياسي كان في الذهن مرتبطا وفقا لميزان القوى في الاقليم له علاقه بهذا العدوان، وهذا العدوان بدأ في اطار مشروع سياسي يفترض ان يتم فرضه على منطقه جنوب فلسطين وعلى منطقه الساحل، لكن واضح ان يعني الـ 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 دعني استخدم التعبير العامي الفيلم انحرق يعني بشكل او باخر بسبب يعني الشرفاء في المقاومه وبسبب استعصاء عمليه التصدي ووجود ايضا اطراف اقليميه داعمه للمقاومه بوضوح طيب لكل هذه الاسباب بس مره اخرى الوفد. الاحتلال رفض ان يشارك في محادثات القاهره رغم انه كان يدعم المبادره المصريه بدايه لا. اليوم هناك حديث ان المبادره المصريه ستحمل جديدا هذا الجديد بدون وجود الطرف الاخر هل سيؤثر على المشهد السياسي؟ لا يعني في الواقع لن يؤثر أعتقد أن المصريين والفلسطينيين بطرفيهم بالسلطة وبحركة المقاومة كانوا بحاجة و والسلطات المصرية كانوا بحاجة لعقد لقاء بحد, بحد ذاته يعني بصرف النظر عن نتائجه لأن نتائج نتائجه في الواقع يعني مسألة غزة تحكمها المي يحكمها الميدان الآن والصراع الحقيقي خلف الكواليس يعني في واشنطن ولندن والدوحة وبضبي والرياض على وفي أنقرة وفي طهران بكل الأحوال يعني يعني يبدو ان الصوره متعلقه بعقد لقاء من هذا النوع، و و واذا لاحظنا ان موضوع عقد اللقاء وتشكيل الوفد تم بشكل او باخر في الواقع بعد ما اقتنعت السلطات المصريه بالخسائر الفادحه التي يعني تشكلت في عمق النظام المصري الجديد جراء الموقف المخجل الذي اتخذه هذا النظام، الموقف العملياتي في الواقع يعني لاول مره مصر ليس فقط تكتفي بخذلان الشعب الفلسطيني بل تتخذ موقف عملياتي هجومي ضد هذا الشعب وتشارك في المعركه هناك صار خسائر في الشارع المصري خسائر في سمعة النظام خسائر في في تصدع ايضا الجدار الحليف لهذا النظام نعم. بالتالي سمعنا منذ خمسه ايام فقط نغمه تعديلات على المبادره المصريه من هنا قفز موضوع طيب. الوفد أنا بت... والتفاصيل تسمح لي في موضوع المواقف العربيه المواقف الغربيه كل هذه المواقف سناخذها يعني على حدة موقفا موقفا بدي أرجع للناحية العسكرية دكتور فايز والحقيقة جل اهتمام الاحتلال هو تدمير الأنفاق الحديث عن الأنفاق هناك من وصف أن ما يوجد تحت غزة اليوم مدينة جديدة تحت الأنفاق معقول دخول حرب بهذا الحجم والاحتلال لا يعلم أن هناك أنفاق تحت غزة هل تفاجأ فعلا الشباك بوجود هذا هذه المدينة أسفل غزة وقديش ده وقت أصلا حتى يكون أولاً, أولا من أخطاء المخططين العسكريين الاسرائيليين انهم استنسخوا نفس الخطط السابقه في 2012 2008 نعم تم استنساخ الخطط السابقه الهجوم البري البري المدعوم بقصف جوي وقصف بحري وبالتالي لم يكن في خلدهم او في حسبانهم هم تم اكتشاف بعض الانفاق قبل الحرب ولكن لم يتوقعوا ان هناك شبكه من الانفاق وان هذه الشبكه هي وجدت اصلا لاغراض عملياتيه الأمر سهل جدا في الحروب هناك ثلاثة مجالات لتنفيذ الحرب وهي معروفة البعد البري والبعد البحري والبعد الجوي وأمريكا تضيف بعد الفضاء وهو مختص بأمريكا الآن الأبعاد الثلاثة كانت مغلقة أمام المخطط الفلسطيني لا يستطيع أن يقاتل على سطح الأرض لا يستطيع أن يقاتل من البحر ولا من الجو، فكان عليه ان يضيف بعدا رابعا بحكم الضروره، فلجا الى الانفاق وهذه الانفاق عباره عن شبكه، اعدادها غير معروفه، دمر 31 نفق، يمكن ان يكون هناك عشرات الانفاق الاخرى، ويقال بان هناك جماعات متخصصه في حفر الانفاق الان تنفذ في عمل انفاق جديده. إذن اثناء الحرب نعم. تنفذ بناء نعم. انفاق نعم هكذا نعم. وردت بعض الاشارات. نعم اذا المقاومه الفلسطينيه حماس تحديدا وبقيه الفصائل لجات الى هذا البعد بسبب ضعف الامكانات للمواجهه المفتوحه والمباشره نعم. وبالتالي كانت تبحث دائما عن الاشتباك من مسافات قريبه مع العدو لتحييد اسلحه الاسناد الجويه والبريه والبحريه عندما يكون الاشتباك على مسافه خمسين متر واقل من ذلك لا تستطيع اسرائيل ان تستخدم اسلحه الاسناد لتغطيه جنودها الذين يقاتلوا فهنا برز عندنا عاملين او امرين مواجهات لبعض، الجندي الاسرائيلي المتدرب المحترف ويجب ان نضع النقاط على الحروف، الجيش الاسرائيلي الجيش رقم خمسه في العالم من حيث القدرات والجيش رقم اثنين في العالم في البعد التقني. الجندي الاسرائيلي مدرب ومحترف وبالتالي كان على المقاوم الفلسطيني ان يرقى الى هذا هذا التحدي، وبالتالي الاستراتيجيه اللي اعتمدوها في المقاومه وهي الفرصه الواحده. تطلق صاروخ كورنيت على دبابة ميركافا إذا أخطأت الهدف ستقتل أنت لك طلقة واحدة والطلقة الثانية ستكون من العدو ويقتلك تطلق النار على الجندي الإسرائيلي إذا أخطأت ستقتل فبالتالي ارتقى فيه. المقاتل وتم ارتقاؤه بثلاثة أبعاد دعني آه. أؤكد عليه اللياقة البدنية عندما نتحدث عن 28 يوم المقاتلين يعيشوا في الأنفاق وبالتالي لا يستطيع الانسان العادي دون اعداد بدني حقيقي ان يقضي هذه الفتره ويمكن ان يقضيها على على تمرات او قطع من الخبز الجاف مع 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 كميات من المياه. البعد الاخر بعد الاعداد العسكري المهني الاحترافي، يجب ان تكون مقاتل وانت صاحب الفرصه الواحده. البعد الثالث وهو البعد المعنوي، الاعداد النفسي للمقاتل. هذا المقاتل يسعى إلى الشهادة أنا هنا لا أمجد بقدر ما أقرأ الأمور كما حللت في ذهني م. الآن تم إعداده بدنيا تم إعداده مهنيا تم إعداده نفسيا فارتقوا إلى المستوى الرابع وهو القتال في مجموعات صغيرة لا يكفي مهارتك الفردية في مواجهة الجندي الإسرائيلي عليك أن تعمل ضمن مجموعات قتالية صغيرة بإسناد وكلنا لاحظنا الفيديو اللي نشر عن نحال عوز وتم تصوير العمليه ولم نشاهد ارتجاج للكاميرا اذا المقاتل الفلسطيني ارتقى ليكون ندا بامكاناته المتواضعه في حال تحييد اسلحه الاسناد مع الجندي الاسرائيلي وهذا سبب الحاق الخسائر وهذا سبب في اعاده الانتشار م. لو كان بامكان الجيش الاسرائيلي نظريا الجيش الاسرائيلي يستطيع احتلال غزه نظريا نعم إذا أخذنا 360 كيلو متر مربع مساحة غزة وحاولنا أن ننظم الجيش الإسرائيلي كعرض عسكري غزة لا تتسع للجيش الإسرائيلي نحن نتحدث عن 650 ألف مقاتل احتياطي وعامل نتحدث عن 4000 ألاف دبابة نتحدث عن 5000 ألاف عربة قتال نتحدث عن مئات المدافع نتحدث عن إمداد لوجستي مفتوح يعني أرض غزة لا تتسع لي ترتيب الجيش الإسرائيلي في عرض عسكري لكن المسك... السؤال الأهم دائما وأبدا الانتخابات الإسرائيلية تمهر بالدم الفلسطيني مهر الانتخابات الدم الفلسطيني وعودوا للانتخابات الإسرائيلية ما هو الثمن السؤال كان مطروح ليس اسرائيل تستطيع احتلال غزه؟ نعم تستطيع احتلالها، ولكن ما هو الثمن؟ وهل مع تستط... الظرف العسكري تست... اللي ذكرته تست... اسمح لي، مع الظرف العسكري اللي ذكرته مع ارتقاء المقاتل الفلسطيني ومع الخسائر اللي تكبتها العدو مع عدم قدرته على التوغل في عمق غزه، يمكن له ان يحتل غزه؟ و... 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 أكمل لك في... انا قلت لك في البعد النظري مم. اسرائيل تملك 200 راس نووي، لكن هل هناك ما يسمى القو... القوه القوه العسكريه الفائضه التي لا يستطيع العدو استخدامها؟ هل تستطيع إسرائيل استخدام ال 670 طائرة لقصف غزة؟ هل تستطيع استخدام ال 200 رأس نووي لقصف غزة؟ هل تستطيع استخدام العوامل البيولوجية والكيماوية؟ هذه عناصر قوة موجودة لدى الجيش الإسرائيلي لا يستطيع استخدامها إذا عليه أن يلاحظ هو دعا وثمانين ألف جندي هذا هذا الحجم من حشد القوة إذا زاد سيصبح عبئا على المقاتل أن تحشد مزيدا من القوة في منطقة محددة ستزداد الخسائر، إذا أنت تحشد القوة اللازمة المطلوبة ولكن السؤال الأخطر ما هو الثمن؟ هل تستطيع القيادة الإسرائيلية السياسية أن تتحمل نتائج المعركة بخسائرها في حال دخول غزة؟ اعتقد لو كان هناك قدرة على التحمل نتنياهو لن يطلب إعادة الانتشار وسيعمل على تجزئة غزة إلى ثلاثة كنتونات تفصل خان يونس عن عن غزة عن رفح رفح عن خان يونس وخان يونس عن غزة وبالتالي سيعيد التواصل من الأسلاك الشائكة إلى البحر ولكن أعتقد كان لو حاولوا أن يدخلوا سيكون مصير نتنياهو السياسي في مهب الريح نعم. وهو دائما يحافظ على مصيره السياسي طيب. وعلى مستقبله السياسي. جميل جدا. استاذ بسام الضفه الغربيه القياده قياده السلطه الوطنيه الفلسطينيه خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي دعا فيه الى العوده الى حمل السلاح هكذا فسرها البعض والبعض راى خطاب من اجل ركوب الموج والاستمرار مع نهج المقاومه الذي اثبت وجوده على الساحه الفلسطينيه كيف تقرا موقف السلطه الوطنيه الفلسطينيه؟ يعني موقف السلطه بالضروره يعني موقف يعني سيء جدا يعني دعني اقول استخدم هذا التعبير حتى اكون لا قليلا متخاذل جدا في الواقع ولكن هو ايضا محصله لتوازنات القوى في التعاطي مع هذا العدوان يعني 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 لكي نفهم بصوره محدده موقف السلطه دعني اقول ان السلطه بين يعني فكي كماشه من جهه هي لا تستطيع التضحيه بالمصالحه وفكرتها ولا تستطيع الانضمام الى المعسكر العربي المؤيد لهذا العدوان تحت تحت يعني اطار وسيناريو تصفيه العنصر الباقي من حركه الاخوان المسلمين في المنطقه نعم. اللي هو حركه حماس وجناحها العسكري م. بالمخلب الاسرائيلي ولا يستطيع بنفس الوقت الذهاب بعيدا يعني الرئيس محمود عباس في تأييد المقاومة بشكل علني وواضح ومباشر هذا واحد اثنين السلطة بحكم ضعفها واستسلامها وخضوعها الأزلي يعني منذ عام 1993 حتى هذه اللحظة تتعرض للضغوط من كل الأطراف في الواقع يعني الله يكون بعونه أنا الرئيس محمود عباس يعني هو في موقع لا يلام عليه مصر تضغط عليه السعودية تضغط عليه الإمارات قطر الاردن كل الاطراف الاسرائيل طبعا الشعب الفلسطيني اتخذ بعض الخطوات التكتيكيه تحت ضغط الشارع وليست خطوات استراتيجيه مثلا قال م. انني ساذهب الى روما لتوقيع اتفاقيه المحكمه الجنائيه وشكل لجنه ينبغي ان تبحث الجانب القانوني وفي الواقع قرار من هذا النوع قرار سياسي لا يحتاج الى لجنه هو يلعب بالمعطيات يلعب على عنصر الوقت مثله مثل بقيه اطراف النظام العربي الرسمي التي تصورت من البدايه بان عمليه ستكون محدودة وفقا لضمانات والتزامات إسرائيلية قبل العملية محدودة وسريعة وخاطفة وستقضي على بنية كتاب عز الدين القسام ولن تؤذي المدنيين كثيرا يعني جازف النظام العربي الرسمي بإذاء نسبي معقول للمدنيين في بحكم الجغرافيا الجغرافيا تظلم المقاوم الفلسطيني في الواقع يعني التاريخ معه الآن لكن الجغرافيا الجغرافيا هل حال مشابهة لعدوان 2006 على لبنان تقارب بين هذا العدوان وذاك العدوان وحال مماثله لما حصل في لبنان ايضا يعني وفي 2007 وحتى حتى ب 2012 يعني كان الاسرائيليون بوضوح الان يعني انكشفت خيوط اللعبه يعني من باب التحليل السياسي دعني اقول وليس من باب فقط المعلومات ان خيوط اللعبه اصبحت واضحه يعني للمواطن العربي اليوم هناك اتفاق ضمني على عمليه عسكريه التزم الاسرائيليون بان تكون محدوده وسريعه وقاطفه وتخلص هذه الامه من حركه حماس اللي هي الفصيل الابرز بالمقاومه وبالتالي تعيد انتاج الواقع في غزه وتدخل غزه في المشروع السياسي تحت عنوان المصالحه ويعود محمود عباس لغزه يعني منتصرا باعتباره القائد الرمز وتدخل مصر من جانب الاداره والبزنس والانفاق وكل هذه وكل هذه المساله واخواننا في السعوديه وفي دول الخليج يعني بيخلصوا منها الهم اللي اسمه خميس اللي هو الأقوال المسلمين، هذا كان السيناريو بوضوح، واضح ان التكتيكات التي تحدث عنها الدكتور وهو يعني لديه خبره واسعه في الجانب العسكري، واضح ان مساله الانفاق فاجات حتى الاسرائيليين واضح ان الاسرائيلي يعني وجهت له ضربات قويه ومباشره في مساله التركيز على القاده الكتائب العسكريه الاسرائيليه ومحاولات الاختطاف والالتحام المباشر، كانت ملحمه بطوليه للمقاومه هذه العمليات النوعيه اربكت جيش موجود بحيز جغرافي في منطقه يعني فيها كثافه بشريه عاليه، فمن باب الارتباك الاسرائيلي حصل هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الله يرحمهم شهدائنا هذول دفعوا دم هذا الصراع الأجنداتي في المنطقة المقاومة فرضت لغة جديدة اليوم، فرضت واقع جديد، الجانب العسكري اللي تحدث عنه الدكتور فرض ايقاع سياسي جديد الآن فعاد العالم العالم يتحدث عن واحد قرارات مجلس الامن فجأة طلع يعني صحي من النوم اخونا العاهل السعودي والقى بخطاب الأردن لعب بملف الإغاثة وركبه سياسيا وشعبيا بطريقة أو بأخرى المصريين تحدثوا عن استقبال وفد وكانوا رافضين فكره وفد اولا ورافضين فكره حماس في وفد اليوم وافقوا على وفد برئاسه عزام الاحمد ورفضوا خالد مشعل ووافقوا على خليل الحي وموسى ابو مرزوق يعني دخلوا في التفاصيل وتحدث المصريون الان عن جانب انساني ويعني تعديلات على موضوع المعبر وكذا يعني عن بالتالي الم... يعني محصله اجابتي على سؤالك متعلقه في مساله واحده فقط انا اريد ان انهي الان ان ايقاع المقاومه الذي شرحه الزميل المحترم فرض واقعا سياسيا جديدا على الأرض لكن المعركة علينا أن ننتبه المعركة مستمرة اليوم في قصف لرفح مدرسة مدرسة لونروا وفي قصف إسرائيلي صعيح. وفي قصف صواريخ للمقاومة وفي التحامات وفي اشتباكات والشهداء لا زالوا يعني يسطروا هذا المجد في ذاكرة الأمة العربية أشكرك سيد بسام دكتور فايز في في حديث وبنسمع من بعض وسائل الاعلام ان من القوة من هي القوة التي من هي المقاومة على ارض غزة؟ المقاومة اللي بذكرها الاستاذ بسام ترتبط بالقسام بداية، هناك من من قال ان هناك قوى اخرى ظهرت على الساحة الفلسطينية تحديدا في غزة هي من تعمل على الارض هي من تستخدم الانفاق هي صاحبة فكرة الانفاق. هل هذا وارد عسكريا ام ان القسام هي ذات صاحبة الخبرة وهي فعلا من يقود العمليات؟ وايضا اسمح لي بسؤال اخر التنظيم في العمل في عمل القيادات العسكريه على ارض غزه. اولا القوه الفاعله الرئيسيه هي كتائب عز الدين القسام وهناك لا نبخس الاخرين دورهم سرايا القدس وسرايا الناصر صلاح الدين وغيرها واللجان المقاومه الشعبيه التابعه لفتح هناك طيف انا اسميه الطيف المقاوم لكن الحامل الرئيسي للمقاومه هي كتائب عز الدين القسام مش ترى القدس برفقه القسام هي لا من تصدر انا لا ابخس الاخرين دورهم عد الى اعداد الصواريخ التي اطلقت تجد بان الحامل الرئيسي للمقاومه هي كتائب عز الدين القسام وليس الجهاد الاسلامي لا القدس. لا هي تاتي بعدها بفارق بعدها بفارق بعدها بفارق نعم <applause> يعني هنا احنا نجل ونقدر كل الجماعات المقاتله ولكن حكم. من حيث لغه القوه والامكانات والقدرات تبقى كتائب عز الدين القسام هي اللاعب الرئيس في ساحة المقاومة في غزة مع إكبارنا لدور الآخرين ولكنهم ليسوا بمستوى امكانات وقدرات كتائب عز الدين القسام نعم. الآن إدارة المعركة هناك في تنظيم حماس هناك الجناح السياسي والجناح العسكري الآن يلتقوا في المستوى الإستراتيجي في البعد السياسي والاستراتيجية العسكرية ولكن عندما ينتقل العمل الى اطار ما يسمى باستراتيجيه العمليات اي اداره المعارك اداره المعارك وكنا تابعنا المتحدثين السياسيين من اعضاء حماس لا يتحدثوا في البعد العسكري ويقول لك انا لا املك المعلومه عندما خرج قائد كتاب عز الدين القسام محمد ضيف هو الذي حدد الاطر العامه هو الذي يتحدث في البعد العسكري، عندما يتحدث ابو عبيده هو الذي يتحدث في البعد العسكري، انما السياسيين لا. انا اقول ان هناك خطوط فاصله ما بين مربع العمل في مستوى استراتيجيه العمليات وما بين الاداره السياسيه، ولكن بشرط الا ينعكس اجراءات الميدان على الابعاد السياسيه بصوره طاغيه. هناك تنسيق في مستوى استراتيجي في مستوى الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية السياسية ولكن عندما ننزل إلى مستوى استراتيجية العمليات فالعمل هو عمل مهني احترافي للمقاتلين نعم. وهذا سر نجاح كتاب عز الدين القسام لأن المطلعين على خبايا تخطيط العمليات محدودين جميل جدا. وبالتالي صعب اختراقهم اسمحي لكن هناك أيضا حديث عن التنظيم والتنسيق في العمل بين الفصائل المقاومه نفسها انا تحدثت عبر اكثر من مره وقلت انا اتصور ان هناك لجنه تنسيق عليا م. هذه اللجنه تنسق ادوار ومساهمات ومشاركات الفصائل المقاتله بدون هذه اللجنه سيكون العمل فوضوي وستكون الاعمال متقاطعه وبالتالي الان لاحظ عندما تقصف حماس تل ابيب تقوم آه كتائب آه الجهاد الاسلامي الجهاد بقصف بئر السبع اذا هناك تنسيق في الاطار في هناك تحديد للادوار وهذا لا ياتي جزافا ياتي من خلال لجنه تنسيق مشتركه لا يوجد قياده ميدانيه واحده علينا أن نكون واضحين هناك قيادات ميدانية لكن هذه القيادات الميدانية لديها مستوى عالي من التنسيق هذا ما شاهدناه في خلال سير العمليات مستوى عالي من التنسيق لتبادل الأدوار وتقاسم الأدوار وتحديد أطر العمل وقواطع نعم. العمل وهناك ضوابط للعمل العسكري نعم. والعمل السياسي وتنسيق نعم. بحدود نعم. محددة أعتقد, وهناك أعتقد أن حماس لغاية الآن أدارت كلا البعدين السياسي والعسكري بنجاح جميل جدا جميل جدا اسمح لي معلش عشان اقدر اخذ وجه نظرك في هذه النقطه ال القسم السي الجناح السياسي لحماس والجناح العسكري كيف اداروا المعركه؟ يعني اختلاف اليوم يعني في كل الاجنحه حتى يعني انا اقصد اعتقد اليوم اننا لاحظنا اداء متناغما ومثيرا في حركة المقاومة في الواقع الفلسطيني وتحديدا في جناح حماس لاحظنا كيف تخرج مبادرات من موسى مرزوق وخالد مشعل للمستوى السياسي لاحظنا خطاب خالد مشعل في موضوع المصالحة في, في, عز دين القصف على غزة ولاحظنا المصداقية الكبيرة في بيانات القسام في التعامل مع الأحداث الميدانية هذه المرة ولاحظنا أنه ما في استعراضات ميليشياتية في الشارع وأطلاق ذخائر بالهواء بدون مبرر فبالتالي هناك تطور تطور في الخطاب الاعلامي حقيقه لكتاب القسام ولحركه حماس وهناك عمليه سياسيه بنفس الوقت يقودها المكتب السياسي بنفس المستوى من الكفاءه بدليل ان بيانات القسام استطاعت تكذيب كل الماكينه الاعلاميه الاسرائيليه والامريكيه والغربيه في الواقع في عده مرات بالبرهان والدليل هذا الاداء أنا شخصيا فاجأني في حركة حماس لأنني يعني أعرف مسبقا وكنت أنتقد مسبقا بعض مظاهر الفوضى في 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 المسألة. أنا بعتقد أن الجناح السياسي أنا أختلف جزئيا وبشكل بسيط مع أخوي الدكتور بس بهذه المسألة، أنا أعتقد أن الجناح العسكري يدين بالإدارة والقيادة والولاء بشكل مطلق للجناح السياسي وأن حركة حماس لا يوجد فيها جهتان في الأساس وأن القيادة السياسية هي التي تعمل في ظلها القياده العسكريه وهذا اعتقد انه من اسباب الصمود والنجاح في الالتحام مع العدو في هذه المرحله وفيما يخص بقيه ال... يعني ما بعتقد في اطلاقا مسافه تباين في قرار ميداني للعسكر بال... بالضروره أه يعني, يعني يعني انت تتحدث بنفس ما اتحدث به لم نختلف حقيقه لا يعني انت تقول تقريبا أنا 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 ان هناك انا ذكرت بان على المستوى الاستراتيجي العسكرية هناك تنسيق آه واضح آه لكن على مستوى استراتيجيه لا أنا العمليات انا انا اعترض يمكن على على التنسيق انا اعتقد ان المصطلح يمكن انا أعتقد دكتور إذا سمحت لي بس فضل. بكم اعتقد ان المساله تتجاوز التنسيق اعتقد ان هناك قياده سياسيه اليوم وذراع عسكرية يلتزم باتجاهاتها وقراراتها وهناك قدر من كبير من التناغم بقيه الفصائل بدون استثناء اشتغلت حسب امكاناتها تعرف هناك تباين في عدد الرجال والخبرات الميدانيه المقدرة. ونوع الاسلحه وبالتالي نوع الاسلحه حكم دور بعض الجهات، يعني لاحظنا ان صاروخ الكورنيت هذا تقريبا موجود عند الجهاد الاسلامي، مش موجود عند حركه حماس، فبالتالي مع المدرعات والدبابات تصرفوا رجال الجهاد الاسلامي الجهات اكثر، في في الصواريخ هناك نوع من التعادل، لا بل هناك اتجاه لصالح حركه الجهاد في الصواريخ البعيده المدى، فبالتالي السلاح له علاقه، في الانفاق انا بعتقد ان حركه حماس بنسبه 95% او كتائب القسام هي المعنيه في موضوع ال جميل جدا في موضوع الانفاق طيب اسمحوا لي راح ننتقل للموقف العربي سياسيا تفصيلا موقف مصر الاردن السعوديه وايضا موقف الحلفاء قطر تركيا راح ايضا نحكي عن القدره على الاستمراريه في للمقاومه والاسلحه النوعيه التي ظهرت للمقاومة كل ذلك بعد فاصل قصير ابقوا معنا اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام وحديثنا مستمر حول المقاومه والعدوان على قطاع غزه. دكتور فايز سلاح المقاومه الذي استخدم هذه المره نتحدث عن صواريخ بعيدة المدى لها تأثير وهناك اضرار اصابت الاحتلال وهناك حديث حول من اين اتت هذه الاسلحه وهل هي فعلا اسلحه يدويه الصنع ويمكن ان تكون مصنعه داخل غزه؟ هل هذا وارد؟ اولا علينا ان نعود الى عام 2001. عند اطلاق اول صاروخ قسام كان مداه اقل من 4 كيلو ووزن الراس المتفجر نصف كيلوغرام. الان نتحدث عن صواريخ الراس المتفجر 90 كيلوغرام ومداها تعدى 160 كيلو. والمضحك في اداره العمليات العسكريه الاسرائيليه انه في كل مره كانت تدخل الحرب من اجل القضاء على الصواريخ وكل مره كنا نفاجا بان مدى الصواريخ ازداد نعم من 20 كيلو صاروخ جراد واحد إلى أربعين كيلو صاروخ جراد اثنين إلى 160 كيلو سواء الإبراهيم المقادمة أو العبديزي الرنتيسي أو الجعبري الآن من أين أتت هذه الصواريخ؟ أول علينا أن نكون صريحين معظم هذه الصواريخ هي عبارة عن عملية تقليد ومحاكاة للصواريخ الروسية صواريخ الكاتيوشا وبالتالي كوريا الشمالية الصين إيران كلها تطور على هذه الصواريخ والتطوير ياخذ بعدين ياخذ بعد المدى وهو يحتاج الى مستوى من التقنيه معقول ودقه الاصابه وهذه تحتاج الى تقنيه عاليه الان المقاومه نجحت في تحقيق البعد الاول بصوره واضحه بعد المدى تقصد بعد المدى طيب. استطاعت ان تصل الى ما بعد 160 كيلو كيلو متر وبالتالي هذه الصواريخ قسم منها يقال بانها جمعت عندما نتحدث عن صاروخ فجر هو صاروخ ايراني هذا يقال بانه جمع داخل يعني نعم. الان نجحت في زياده المدى من حيث زياده العبوه العبوه جميل. الحشوه الدافعه نترات البوتاسيوم مم. مع سكر القصب ولكن من حيث دقه الاصابه لا تزال التقنيه لا تسمح بدقه الاصابه، يعني لم تصل الى مستوى ما يسمى بصواريخ راس الدبوس، صاروخ سكود نصف قطر دائره الخطا 450 متر، الان عندما نتحدث عن الصواريخ بغض النظر المقادمه او الرنتيسي او الجعبري دائره الخطا كبيره جدا. ولكن انا تحدثت وتحمل هذه المسؤوليه. انا اقول بان هذه الصواريخ لا تواجه الترسان العسكريه الاسرائيليه بالمطلق، ولكنها حققت توازن الرعب. وعدم يعني دقة يعني تاثير الصواريخ هو الاهم؟ نعم. انا اود ان اصل النتيجه. تفضل الكل يعيب على الصواريخ العبثيه. م. سميت بالصواريخ العبثيه لكن دائرة الخطا، اتساع دائرة الخطا كان كانه رب ضارة نافعه، انا هنا لا ابرر. عندما تكون دائرة الخطأ محددة نعود للقبة الحديدية ثلاث وحدات رادار جهاز تحكم ومتابعة ومن ثم بطارية إطلاق الرادار يكتشف يعطي المعلومة لجهاز المتابعة جهاز المتابعة يحدد المسار ومكان السقوط المحتمل ويتعامل مع الصواريخ التي يمكن أن تسقط على أهداف محددة وبالتالي لأن تكلفة الصاروخ بأربع آلاف دولار تكلفة, تكلفة الصاروخ المقابل يصل إلى ثلاثة وستين ألف دولار إذا صاروخ المقاومة يكلف أربعة آلاف دولار أربعة آلاف دولار الحديدية حديدية الكوب... ثلاث... بصل في, في, في أعلى حالاته لثلاثة وستين ألف دولار إذا إسرائيل إذا كانت الصواريخ ستسقط في أرض خلاء لا تعترضها وبالتالي هون ظهرت انه مقولات في اسرائيل بان الصواريخ القبه نجحت في اعتراض 80% من الصواريخ المؤثره بينما هي اعترضت 16% من اجمالي الصواريخ من اجمالي الصواريخ اعود الى دائره الخطا عندما تتحدث عن دائره خطا واسعه انت تضع لاشخاص ضمن دائره التاثير ودائره أكثر. الخوف والرعب وبالتالي انا قلت العشوائيه مفيده انا قلت هذه الصواريخ لن توا... لن تستطيع مواجهه الترسان الاسرائيلي طبعا. ولكن دائرة الخطأ الكبيرة كانت رب ضارة نافعة وضعت خمس مليون إسرائيلي في الخناد في 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 الملاجئ في الملاجئ تم إغلاق مطار بن غوريون مطار مطار اللد لماذا؟ لأن سقطت صواريخ على قرب منه إسرائيل تستطيع أن تحدد المكان المحتمل له لكن المقاومة لا تستطيع أن تنتقل الهدف بدقة يعني ليست صاروخ هيلفاير أنت لاحظ الصواريخ التي تطلقها إسرائيل تطلق على مدخل مستشفى الشفاء إذا هناك دقة متناهية في التقنية الإسرائيلية، لكن هناك وهذا لا يعيب المقاومة عندما تحاصر لمدة ست سنوات من البر والبحر والجو وتستطيع أن تخرج طائرات ولو كانت طائرات ذات قدرات محدودة ابابيل واحد واثنين وثلاث تستطيع أن تقصف حيفا، تستطيع أن تقصف تل أبيب، تقصف القدس، أعتقد ما قدمته المقاومه هو محط فخر للمقاومه ولكل عربي حر شريف. جميل جدا. طيب استاذ بسام الموقف العربي خليني ابدا من مصر وذكرت كثيرا عن مصر، اليوم هل تغير الموقف المصري بعد بعدما جرح النظام المصري الجديد على حد تعبيرك بموقفه من غزه والان يبحث عن اعاده دور مصر الى غزه من جديد؟ هل الوفد الفلسطيني الان الموجود في مصر كسر العزله بين حماس ومصر نعم شوف مشان نكون دقيقين في التشخيص والتحليل أيضا وموضوعيين نعم. من الناحية العلمية لا بد من التأكيد على أن أي معالجة سياسية تحت عنوان التهدئة أو وقف إطلاق النار أو العودة لموضوع الحصار غير ممكنة إطلاقا بدون مصر يعني في الواقع الجغرافي فبالتالي مسألة غزة كلها مسألة نهاية هذا العدوان وما بعد توقف العدوان يعني إن شاء الله يوقف في أقرب فرصة, فرصة ممكنة ويهزم أيضا هذه المسألة مرتبطة اليوم في واقع جغرافي بالتالي سيعود الناس للتعامل مع مصر وهذه كل الأطراف تعملها مسألة تعرفها جيدا بما في حركة حماس بدليل أن خالد مشعل كان يريد أن يذهب ضمن هذا الوفد لكن السلطات المصرية رفضت فوافق وأرسل يعني موسى أبو مرزوق وقليل الحية والشباب الآخرين بالتالي مصر طرف في الموضوع ايضا سواء شاءت ام ام ابت في الواقع يعني كمان بعيدا عن ارادتها لانه مصر حتى هذه اللحظه كانت مشكلتها الاساسيه م م م من الجانب السيكولوجي في اداره النظام انها لا تستطيع تجاوز حاجز مساله حماس ومحمد مرسي والتعاون بينهما وان وان الاعلام المصفق للانقلاب الشهير ساهم في الاساءه للزعيم المصري الجديد وفي الاساءه لدور مصر التاريخي وبالتالي مصر عدلت من موقع بوضوح خلال الايام الاخيره، والسبب في ذلك ليس يعني صحوه ضمير الاخوان في السلطه المصريه، السبب في ذلك الشارع المصري يتفاعل بشكل اكبر في الايام الاخيره، واحد حجم الانتقادات في الشارع العربي، اثنين كبيره للجانب المصري، ثلاثه صمود المقاومه والوقائع الذي فرض التي فرضتها المقاومه، طيب. علينا ان نعرف اخي محمد قبل كل شيء ان العدوان بدا في ظل حاله اصطفاف اقليميه ثلاثيه في واقع الامر. حزب الله، النظام السوري، ايران في جهة، تركيا وقطر في جهة، مصر السعودية ودول الخليج الأخرى في جهة ثالثة، أصلاً العدوان تجاه شعبنا في غزة انطلق ضمن هذا التمحور، وبالتالي قضية غزة مرتبطة أجنداتياً بكل هذه المحاور الثلاثة الحلف المصري السعودي ودول الخليج وأنت نعم. أخرجت الأردن رح نحكي عن الأردن لا الأردن طرف فيه طرف في يعني هذا الحلف طرف طبعاً في هذا الحلف طبعاً موقف الموقف الان نعم. مما يحدث في غزه واليوم هناك تصريحات شهيره لرئيس الوزراء نعم طبعا يعني هي, 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 هي تصريحات فوق. انا شخصيا احترم دوله الرئيس الدكتور عبد الله النسور واقدره وتربطني به شخصيا علاقه جيده لكن انا فاجأني وصدمني في هذه التصريحات التي كانت فيها نوع من الاستفزاز والتلاعب في الواقع واسف تحملني بهذه الكلمه في مشاعر الشعب الاردني يعني لا اريد ان اقول مساله اخرى نحن نفهم أول أولا القصور الرسمي في النظام الرسمي العربي كله والتواطؤ والخيانة والتخاذل الأردن مش مسؤول عنه بكل تأكيد بكل تأكيد مم. اثنين الشعب الفلسطيني لا حياة له بدون الأردن وطول عمره العلاقة وحدوية ومعروفة كل هذه الكلاشيات ما فيها شيء جديد اليوم فسر الماء بعد جهد بالماء دولة الرئيس لم يكن موفقا إطلاقا في تصريحه كان يمكن أن يقول أشياء أخرى كثيرة في, في الواقع الأردن قدمها خدمات إنسانية وقد يكون الطرف الوحيد الذي يملك مرونه الوصول اسرع من الاخرين عبر معبر ايرز وتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني لكن الموقف السياسي الرسمي حتى هذه اللحظه غامض مريب لاحظ انت كم بيان خرج اردني رسمي في الموضوع يعني بعد تصريح جلاله الملك الداعي لوقف اطلاق النار لم يشغل في الموضوع لا في موقف للبرلمان ولا لمؤسسات الدولة ولا لوزير الخارجية ففي موقف غريب يبدو أنه جزء من سيناريو الانتظار المتعلق بتقليم أظافر حركة حماس ولكن الأمور فاجأت فاجأت كل السيناريو إياه وفاجأت كل الأطراف في الواقع أنا أشعر كمواطن أردني بأن الموقف الرسمي الأردني دون مستوى الحدث وأنا أقدر حجم, من مطلوب اليوم من الأردن؟ حجم إمكانات الأردن ما المطلوب اليوم من الأردن؟ يستطيع ماذا تتوقع برلمان غير منعقد لم يخرجوا يعني بالحد الادنى بالحد الادنى يستطيع الاردن ان يذهب الى محكمه المحكمه الجنائيه الدوليه الاردن يذهب الى المحكمه يستطيع تجيب. ان يفعل ذلك حاولنا م. ان نفعل ذلك في 2007 باللجنه القانونيه واخذنا اوراق ورئيس اللجنه القانونيه صديقنا انا ذاك رجع من المطار كان راي على لاهاي يقابل أكومبو المدعي العام للمحكمه نستطيع ان نفعل ذلك نستطيع ان يعني الاردن سمح رسميا الحكومه سمحت بالتعبير الاعلامي امكانيات الاردن معروفه نستطيع بوضوح ان نطلب سفيرنا للتشاور يا اخي نستطيع طيب. ان نقول لاسرائيل شيء اخر يعني، هناك اشياء كثيره يمكن ان نفعلها في الواقع تنسج ال... تنسجم مع قدراتنا طيب. ونحن لا نفعلها باقل من نصف دقيقه الموقف القطري التركي اليوم؟ الموقف القطري التركي وضع كل بيضاته بسله المقاومه طبعا، اذا انتصرت المقاومه سيتعزز هذا المحور، واذا خسرت لا سمح الله لا سمح الله هذه المقاومه هذه المعركه اقرا على تركيا وقطر السلام. طيب دكتور هل حقق الاحتلال هدفه؟ من حربه ومن عدوانه على قطاع غزه بدقيقه ارجوك معلش انا بعرف الوقت دهمنا اعتقد انه الاجابه بنعم او لا لن نتركها بنعم يعني أوكي. أه نعم حقق اهدافه في تدمير مظاهر الحياه في غزه في قتل الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير مظاهر الحياه وبالتالي اشبع الى حد ما دمويته لكن في البعد العسكري لا عندما بدات الحرب كان الحديث عن وقف اطلاق الصواريخ كان الحديث عن تجريد تجريد سلاح المقاومه كان الحديث عن سقف معين مناطق امنه الان نزل مستوى الحديث الى الحديث عن الانفاق فقط ولنعود الى الاهداف عاده ما يقال القوي اذا لم ينتصر فهو مهزوم والضعيف اذا لم يهزم فهو منتصر يعني. اسرائيل لم تحقق أياً من اهدافها العسكريه لغايه هذه اللحظه المعلنه ايضا المعلنه نعم نعم فعل... انا اتحدث في بدايه الحرب كان الحديث عن ايقاف اطلاق الصواريخ اليوم اطلق 80 صاروخ منهم صاروخ م ام 75 على تل ابيب اذا حتى معدل اطلاق الصواريخ واحنا نتوقع ان يكون انخفاض في انطلاق الصواريخ عندما تقترب اليات العدو المدرعه من نقاط الاطلاق لا يستطيع اطلاق الصواريخ بسبب الظروف الميدانيه ولكن رغم ذلك في اليوم الثامن والعشرين اطلقوا ثمانين صاروخ اذا اطلاق الصواريخ الان هل هناك حديث عن عن اطلاق عن وقف اطلاق الصواريخ هناك حديث عن انفاق اذا حتى الاهداف التي اعلنت في بدايه الحرب تم التراجع عنها اقول وهناك مطالبات وزير السياحه واكثر من شخصيه متى ينتهي العدوان على غزه من وجهه نظرك آه العدوان على على غزه هو مسار سياسي ومسار عسكري متى تحقق حاولت اسرائيل ان تخفف من خسائرها السياسيه يمكن ان يتوقف العدوان قبل ذلك لا هذا بيد من هو اسرائيل هي الان صاحبه اليد الطوله في في العدوان جميل. وهي اسرائيل تشتري الوقت اسرائيل تشتري, تشتري الوقت طيب غزه الى اين ومن يملك اوراق اللعب على ارض غزه وفي الاوراق السياسيه لانهاء ما يحدث من عدوان على اليوم غزة. ما يحصل في غزه يعني يقود المنطقه برمتها ويحدد مسارات المستقبل طوال السنوات العشر المقبله على المستوى الاقليمي كل الاطراف لها علاقه بما يحصل في غزه ستستمر المؤامره للاسف التي تشارك بها بعض الاطراف العربيه على امل تغيير ميزان القوه في الواقع اليوم لكن الشارع الغربي المتعاطف الشارع العربي الذي يموج الان الشوارع المحيطه في غزه الشارع الموضوع الفرس... الشارع الفلسطيني لن يبقى على حاله اذا استمر هذا العدوان، انا اعتقد ان هناك ايام فاصلة، الايام القريبة المقبلة فاصلة لان المقاومة صمدت وبالتالي سيعاد ترسيم المسألة واخشى من محاولات بائسة ومراهقة لخطف الانتصار، خطف انتصار المقاومة، لكن المقاومة حتى الان يعني تثلج صدورنا وللاسف الشديد الرحمة لشهدائنا الذين ارتقوا وغزة تدفع ثمن يعني هدر الكرامة العربية يعني بالتاكيد اشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين شرفتوني بحضوركم الي شكرا جزيلا لكما غزه العزه لك الله يا غزه تصبحون على الفخير